طيب خلينا نستغل وقت المحاضرة ما تبقى من المحاضرة، بس أنا رح أعيدها بالنكست ليكتشر على فكرة، يعني عادي اللي كان مفروض اليوم يحضر وجاهي وخسر المحاضرة بسبب أزمة المواصلات رح نعيدها، مش مشكلة. هي عاملة شير أنا للشاشة صح؟ هلأ بال هلا اذا حدا بالتيمز حكى اشي انا ما بسمع الداتا شو هاي، ما البورت هاد ما في صوت، ف نبهوني اذا في اي سؤال او كومنت من حدا احكوا لي. هلا السكيدجول ديزاين، السكيدجول ديزاين ديسيجن بروفايد انسر تو ذا كويستشنز انفولفينج هاو ماتش تو برودوس، وين تو برودوس، هاو لونج ويل ذا برودكتس بي برودوسد. هلا البرودكشن كوانتيتي ديسيجن او نفسه اللوت سايز بروبلم، انه بدي اقرر بكل مرة كم الكوانتيتي اللي بدي انتجها مع بعض. متذكرين بالبي بي سي طرحنا لهيك موضوع اللوت سايز بروبلم. هلا ديتيرمينينج وين تو برودوس هذا بسميه السكيدولينج، انه بدي اقرر متى انتج من كل برودكت، او مثلا في عندي ماشين موجود عليها 5 اوردرز كيف ارتبهم بالنسبه لبعض، مين اشتغل اول مين بعد، هذا بسميه سكيدولينج. هلا وي ديزاين الفاسيلتيز فور ميجر بارتس اور اوبريشن. What do we need to know to start designing the facility? We need to know number of products to be produced, the number of machines required, the number of employees, the sequence of operations, the relationship between departments. هلا بدأنا احنا. هلا بدينا. The impact of schedule design, machine selection, the number of machines, the number of shifts, the number of employees, space requirements, storage requirements, material handling equipment. حكينا هو أتوقع المحاضرة الماضية صح؟ Personal requirement, pool storage policies, unit load design, building size, and so on. هلا the marketing department provide a research function that analyze what the world's consumer want. هلا الماركتينج ديبارتمنت باي شركه بيحدد لي شو السوق بيحتاج كوانتيتي من سيرتن برودكت. هلا some of the information that marketing provides is production volume. هلا لما انا اعرف مثلا بشركه صناعه دوائيه انه مطلوب من برودكت معين 2000 يونتس كل شهر، بعرف من هذا المنتج بعرف كم لازم يكون عندي البرودكشن فوليوم، هو ماني كان وي سيل. برضه اذا كان في اي باترن او ترند او سيزوناليتي او سايكليكال بيهافير للديماند بعرفه من الماركتينج ديبارتمنت. هلا طبعا باريتو افكت حكينا عنه المحاضره الماضيه، انا هاي اتوقع حكيناها كله. اوكي نوت ذات باريتو افكت ذات اوفن 85% اوف ذا برودكشن فوليوم كمز فروم 15% اوف ذا برودكت. طبعا في لباريتو افكت اسم ثاني اللي هو الاي بي سي اناليسيس. So focus on the high volume product, but do not completely ignore the low volume ones. هاي الشكل اللي هو حكينا عنه المحاضرة الماضية باريتو chart، إنه عدد قليل من البرودكت بيمثل حجم كبير من. هلا ممكن تطلع على الفوليوم يكون بيمثل سيلز، بيمثل حجم برودكت، لكن الschedule design أو خلينا نحكي برضو الماركتينج valuable information that should be obtained from marketing and used by a facilities planner. Okay, who are the consumer? Where are the consumer? Why will the consumer purchase the product? Where will the consumer purchase the product? What is the trend in product change? هلا process design determines the specific equipment types required to produce the product. Schedule design determines the number of each equipment type. إذا ال process design بجاوبني على سؤال إنه شو نوع ال equipment أو ال machines اللي أنا بدي أستخدمهم، بينما ال schedule design بجاوبني على سؤال كم أنا بحتاج من هاي ال equipment أو ال machines، كم بحتاج عدد. Specification of process requirements typically occurs in three phases. اللي هم
the quantity of components to be produced, طبعا including scrap. إيش يعني؟ إنه إحنا قررنا إنه the quantity اللي مطلوبة منا مثلا بدي بكل أسبوع أنتج من هذا the product 100 units. افرض إنه الديبارتمنت اللي عندي لما الماشينز تشتغل في نسبة من الايتمز سكراب مثلا 5%. إذا أنا بالسكيدول قررت إنه الكوانتيتي اللي أنا بدي أنتجها تكون 100 قطعة بالضبط. هلا أنتجنا ال 100 قطعة، 5% منها حيروح سكراب، بنهاية الأسبوع كم قطعة بيكون عندي؟ 95. فبالتالي أنا شو لازم أعمل؟ لازم إذا كانت الريكويرد كوانتيتي اللي بده إياها الكاستمر 100، لازم أحط مش 105، كمية اسمها كيو، بحيث لو طرحتي منها 5% يضل عندك يضل 100. أوكي؟ Equipment requirement for each operation, combine the operation requirement. هلا السكراب is the material waste generated in the manufacturing process due to geometric or quality consideration. طبعا depends على طبيعة البرودكت اللي بحكي عنه، ممكن إذا كان ال dimensions للبرودكت يعني مش فيه بيكون عندي specification limits لكل برودكت. أي تصنيع لبرودكت بخالف ال specification limits وبالنسبة إلي حيكون rejected item، هذا سميه scrap. The amount of scrap depends on how tight the tolerance is. Automated process or not, the quality, certified suppliers, and the grade of the material. يعني العوامل أو الفاكتورز اللي بتأثر على كم عندي scrap depends على إذا الأوبريترز بيشتغلوا الأوبريشن مانيولي أو أوتوميتد. نسبة الخطأ بالأوتوميتد مش زي مثلا المانيولي، أكيد نسبة الإيرور فيه أكثر. الكواليتي للبرودكت انه شو السبيسيفيكيشن ليميت اللي انا بدي اياها، برضه الرو ماتيريال اللي انا استلمتها من السبلاير مواصفاتها، اذا كانت الرو ماتيريال كواليتي لها اوكي، الفاينل برودكت اوكي. السكراب استيميت اللي هو هاو ماني يونتس اوف ذا برودكت وي نيد تو ميك، اللي هو السؤال اللي انا هلا سالتكم اياه. اذا بنهايه الاسبوع مطلوب منا ننتج كوانتيتي اللي هي 100 قطعه، هذا اللي مطلوب نسلمه للكاستمر. في عندنا نسبة سكراب اسمها مثلا ألفا، خلينا نحكي نسبة، فلازم نصنع أكثر من 100 عشان لما نطرح منها هاي النسبة يضل عندنا 100. هاي السكراب استيميت أسيوم إنه هاي السيل هي فيها الانيشال كوانتيتي اللي بديت فيها اللي اسمها الانبوت أو اللي اسمها اي. الانبوت أو الرو ماتيريال مرت على ماشينينج أو بروسيس، الاوتبوت اللي ساتسفاي الريكويرمنتس هو او، ونسبه السكراب ايتمز عندنا هي اس. طبعا اس بتكون نسبه من الاي، يعني اس ممكن تكون 3% 5% 10%. اوكي، بكل بروسيس في عندي نسبه سكراب ايتم. هلا هون نسميها دي كي، البرسنتج اوف سكراب ميد ات اوبريشن كي. يعني اذا هاي الاوبريشن سميناها كي، دي وسبسكريبت اسمه كي هي نسبه الديفكتيف ايتم بهاي الاوبريشن. الكيو الاوتبوت او اسف الاو كي هو الديزايرد اوتبوت اوف ذا نون ديفكتيف ايتم من هاي الاوبريشن. يعني الاوتبوت عندنا اللي بالنهايه اللي مطلوب هو او، والسمول دي لاحظوا هي نسبة السكراب ايتم، والاي هي حتكون البرودكشن انبوت او الانيشال كوانتيتي اللي انا بديت فيها. فبالتالي الانيشال كوانتيتي حتكون الاوتبوت اللي ساتسفاي الكاستمر ريكويرمنت بلس السكراب اس. يعني الانيشال كوانتيتي كعدد قطع راح تساوي الاوتبوت اللي سليمه بلس السكراب ايتم، صح؟ هلا السكراب ايتم كيف حسبتها؟ هي نسبه من الانبوت. هي مثلا اذا كانت نسبه الديفكتيف ايتم 3% راح احكي مكان السمول دي 3% وراح احط مكان الاي الانيشال كوانتيتي اللي بديت فيها. واضحه المعادله؟ طيب هلا احنا الانيشال كوانتيتي اللي بدي ابدا فيها انا بعرف احددها مسبقا،
والسمول دي هي نسبة الديفكتيف ايتم بهاي البروسيس انحسبت احصائيا، يعني انه مثلا اذا الماشين هاي لها بتشتغل فترة طويلة خلص انا بصير عندي نوليدج انه كم نسبة السكراب ايتم بهاي البروسيس او بهاي الاوبريشن. فالسمول دي نون بالنسبة لي، والانيشيال كوانتيتي اللي بدي ابدا فيها انا بحددها علشان تعطيني الريكويرد اوتبوت. اوكي، اذا يعني افترض اني حكيت لك الريكويرد اوتبوت من هاي الاوبريشن 100 قطعه، كم لازم تكون الانيشيال اي اللي ابدا فيها علما بانه مثلا نسبه الديفكتيف ايتم 3%؟ شو بتعمل؟ بدك تخلي الاي على طرف وباقي الاشياء على طرف وتطلع الاي فانكشن بايش؟ بالاو والسمول دي. تقدروا تعملوها، اكتبوا عندكم اي تساوي او بلس سمول دي في اي. هلا كان سؤالي اذا كانت الريكويرد اوتبوت هي او ونسبه الديفكتيف ايتم هي سمول دي، كم الانيشال كوانتيتي اي اللي لازم ابدا فيها؟ يعني بدي تطلع لي الاي فورمولا بالاو والدي. فاهمين علي؟ اي بالنسبه لاو دي اي فانكشن بالاو والدي. ما انت عارفه شو الاي؟ الاي الانيشال كوانتيتي بدي ابدا فيها، الاو الاوتبوت اللي ساتسفايد الكاستمر ريكويرمنتس، السمول دي هي نسبه الفراكشن اوتيم. انا كان سؤالي اذا كانت ريكويرد اوتبوت تساوي او ونسبه الديفكتيف ايتم تساوي سمول دي، اي رقم يعني، كم لازم الانيشال كوانتيتي ابدا فيها؟ شو طلع عندك؟ او بلس دي ماينس. يعني واحد هيك يعني؟ اي بالضبط. حتى المفروض لا او لوحدها، انت بس جيبي الاي على الطرف يعني، وبعدين تحطيها عند الشرط. ماشي. وبعدين تقسم نفس الشيء. اي تساوي او ديفايدد باي واحد ماينس سمول دي. طيب هلا مين اللي حكت لي قبل شوي لازم نصنع 105 ايتمز؟ اوكي، لو كان الاوتبوت اللي ريكويرد من البروسيس هو 100 ونسبه الديفكتيف ايتم هي 5%، كم الانيشال كوانتيتي اي اللي لازم ابدا فيها؟ بدك تعوضي 100 ديفايدد باي 0.95. شو بيطلع الجواب؟ ما بعرف، احسبوها. 100 ديفايدد باي 105.2. بس احنا دائما بالضبط لما نسبه فراكشن، انا اذا عندي 0.2 اوكي دائما روحي اعملي راوند اب. لما يطلع عندك الاي اللي هي الكوانتيتي اللي لازم ابدا فيها بعمل راوند اب دائما. طيب هلا هذا الحكي نفسه، هذا الحكي نفسه طبعا هاي المودلز والمعادلات المتعلقه فيها راح اشرحها ب يعني محاضره لوحدها. هلا ممكن اعمل لكم يعني ريكوردد ماتيريال وابعتها، اعطيكم اكزامبل محلول او شيء زي هيك اسجله وابعث لكم اياه. هلا افرض عندي هاي السيكونس، يعني عندي الانبوت او الرو ماتيريال بدي اعمله بروسيسنج على ماشين 1 بعدين ماشين 2 بعدين ماشين 3 بعدين ماشين 4 بعدين بيطلع عندي الفاينل برودكت. اوكي، علما بانه ماشين 1 نسبة الديفكتيف ايتمز فيها مثلا دي 1 نسبة، فبالتالي عدد السكراب ايتم اس 1. هلا اللي بيكون سكراب او ديفكتيف خلص ممنوع يروح على الاوبريشن اللي بعدها، فقط مين اللي بيطلع؟ الاوتبوت اللي سميناه او 1 مثلا، الاوتبوت من الاوبريشن 1 اللي اسمه او 1 اللي هو نون سكراب ايتم بيكون هو انبوت للنكست اوبريشن اللي هي ماشين 2. الـ next operation الـ input بالنسبة إلها اللي هو الـ i2 شو حيساوي؟ الـ i2 لماشين، يعني الـ i2 الـ input للماشين الثاني أو للـ process الثاني هو output من الأولى، إذا الـ i2 هو نفسه o1. هلا الـ i2 في منه نسبة scrub اللي هي تمثل d2 مثلا percent، هذا scrub. الاوتبوت اللي مش سكرابد او اللي ساتسفاي الكاستمر ريكويرمنتس راح يروح على النكست ماشين، الجود ايتمز اللي ما فيش فيهم ديفكتس راح يروحوا على الماشين الثالثه، راح يطلع جزء منهم سكرابد، راح يرد
الجود ايتم او الاوتبوت اللي سليم من اوبريشن 3 راح يروح على اوبريشن 4 راح يطلع جزء منه سكرابت. طب لو بلشت بالانيشال كوانتيتي اللي اسمها هو اي وقلت لك نسبه السكرابت ايتم بالاوبريشن الاولى دي 1 بالثانيه دي 2 بالثالثه دي 3 بالرابعه دي 4 كم الفاينل اوتبوت اللي حيطلع عندي؟ لا انا سالت العكس انا قلت لك عندي الانبوت اسمه اي كم الفاينل اوتبوت كم الاو اللي حتطلع عندي؟ هلا شوفوا اول خطوه مين يحكي لي نجمع كل نسبه السكرابت كل مع بعض لا جاوب مو ليش نجمع سكرابت احنا شو اللي حصل مش طب خلينا نعمل خطوه خطوه انا اصلا ساعدتكم بالحل تعالوا على الاوبريشن الاولى الاوتبوت منها شو اسمه او 1 الاو 1 شو يساوي اي في دي 1 اسفه اي ماينس I divided by خربشتوني I times 1 minus D1 هذا ايش اسمه؟ O1 هاي ارجعوا للمعادلة ال O تساوي I في 1 minus D1 تمام؟ هذا ايش؟ output شو حيصير؟ رح يصير input لمين؟ للنكست operation طيب ال I2 شو تساوي؟ تساوي الـ O1 اللي هي طلعت عندكم بالفورمولا الأولى انتوا اكتبوا ما بزبط هيك يعني الـ I2 هي عبارة عن O1 which is equal I1 في 1 minus D1 تمام هلأ الـ O2 شو تساوي؟ الـ O2 شو تساوي؟ هي تساوي I2 في 1 minus D2 طيب مكان الـ I2 شو بدي أحط؟ اللي هي شو تساوي لنا؟ اي واحد في واحد ماينس دي 1 مضروبه في ايش؟ طيب روحوا على الثيرد اوبريشن الانبوت من الثيرد اوبريشن ايش هو؟ الانبوت للثيرد اوبريشن هو الاوتبوت من الاوبريشن 2 اللي هو اي في واحد ماينس دي 1 في واحد ماينس دي 2 طيب هذا انبوت شو الاوتبوت من الاوبريشن الثالثه؟ اي في 1 ماينس دي 1 في 1 ماينس دي 2 في 1 ماينس دي 3 طيب روحوا على اخر اوبريشن الانبوت للاوبريشن الرابعه هو اوتبوت من الثالثه والاوتبوت من الرابعه هو الانبوت 4 في 1 ماينس دي 4 بمعنى او ضل اقول يعني بدك هيك صح هيك صح انا لما قلتوا لي بنجمع بنضرب ما بزبط يعني اعطيني فورمولا تكون ما بزبط تحكي لي بنضربهم بنجمعهم بدي فورمولا تكون صحيحه هلا الاكسبكتد نمبر اوف يونتس تو ستارت اب لبرودكشن فور ا بارت وذ ان اوبريشن از هلا هو عم بيسالني عن الانبوت انا عندي الاوتبوت يساوي الانبوت في 1 ماينس دي 1 في 1 ماينس دي 2 في 1 ماينس دي 3 في 1 ماينس دي 4 لو بدي العكس بدي الاوتبوت شو بحكي ديفايدد باي ماشي انا اللي كنت احسبه معكم هو الاوتبوت هلا اذا بدي الانبوت شو بحكي الاوتبوت للفاينل اوبريشن ديفايدد باي 1 ماينس دي 1 في 1 ماينس دي 2 في 1 ماينس دي 3 اب تو اخر اوبريشن عرفتوا كيف هاي البروف اللي إلها؟ في داعي اكتب ولا خلص ناخذ الاكزامبل التالي ماركت استيميت اوف 97000 كومبوننتس يعني هذا الماركت او الكميه اللي انا بدي انتجها للسوق مطلوبه مني تمام افرض انه في عندي 3 operations turning وmilling وdrilling طبعا لازم يحكي لي انهم الاوبريشن ان سيكونس هذول السكرابد استيميت للاوبريشن الاولى 4% الثانيه 1% والاخيره 3% المطلوب هو كم الانبوت للبرودكشن طبعا احنا هون عم نحكي عن انه الاوتبوت اللي مطلوب 37000 كم لازم الانيشال كوانتيتي اللي ابدا فيها بالنسبة تكون
تجمع هذول كلهم نفس يعني الاوتبوت على التقسيم 1 ماينس تي ما اسموش جمع، تحكي صح بس ما اسموش ضرب، تجمع الضرب. الفاينل الانبوت بيساوي الفاينل اوتبوت ديفايدد باي 1 ماينس دي 1 في 1 ماينس دي 2 في 1 ماينس دي 3. بيطلع عندي الانيشال كوانتيتي اللي لازم ابدا فيها مية وخمسة. طبعاً عم نحكي عن 97,000 105,000 بالضبط، هاي مش يعني 105,219 يونتس. تمام؟ هلا ممكن نعمل approximation أو round up. هلا طب لو سألتك كم البرودكشن كوانتيتي سكيدجولد فور ايتش اوبريشن، يعني ايش بده؟ بده اي 1 وبده اي 2 وبده اي 3، بتعرفوا تحسبوها؟ اي 1 نفسها الانبوت والاي 2 نفسها الاوتبوت واحد، اللي هي بتحط الانبوت اي 1 في 1 ماينس دي 1. هلا هاي صارت انبوت لاوبريشن 2، شو الاوتبوت منها؟ في 1 ماينس دي 2، بقصد الاوتبوت اللي سليم وساتيسفايد الكاستمر ريكويرمنتس. في 1 ماينس دي 2 الاوتبوت من السكند اوبريشن شو راح يصير؟ انبوت للثيرد او اللاست اوبريشن، في داعي اعملها وتحسبوها انتو. تمام. هلا ال سكيدجول ديزاين او خلينا نحكي البروسيس ريكويرمنتس، اذا كان في عندي scrap the estimate with rework، بمعنى احنا بالحاله الاولى لما كانوا الاوبريشنز كلهم عندنا هون in sequence كان rejected item من الاوبريشن الاولى خلص scrapped بالنسبه لي، rejected item من الاوبريشن الثانيه كان scrapped، يعني ما كنت ارجع اعمل فيه اي ارجعه على اللاين. لا هلا في سيناريو اذا كان ال rework is allowed، إذا كان الـ rework is allowed، بمعنى افرض عندي one operation اسمها one والـ initial quantity اللي بديت فيها اسمها I1، الـ output اللي satisfy الـ customer requirements من الـ operation الأولى كان O1 which is equal I في 1 minus D1، صح؟ هاي I في 1 minus D1 هدول اللي satisfy الـ customer requirements. نسبة الديفكتيف ايتمز من الاوبريشن الاولى واحد، فبالتالي الاوتبوت اللي سكرابد او خلينا نحكي ريجكتد بالنسبة للاوبريشن الاولى شو حيكون؟ دي 1 في اي 1. هلا هاي الكوانتيتي اللي كانت ديفكتيف ايتم اخذتهم ومشيتهم على اوبريشن ثاني عشان اعمل ريورك، عشان بمعنى اخر اصلح الخطا او الديفكت اللي موجود بالديفكتيف ايتم. حلو. هلا دي 1 نسبه الديفكتيف ايتم من الاوبريشن الاولى، في الاي 1 نسبه الانبوت كميه الانبوت اللي فيها، الانيشال كوانتيتي اللي بديت فيها ضربته في نسبه الديفكتيف ايتم، شو طلع عندي؟ اللي هو عدد السكرابد ايتم من الاوبريشن الاولى اللي سميناه مثلا S1، لكن هذا الكوانتيتي ما حرميهم، انا رح ارد ارجع اعمل لهم ريورك، امررهم على بروسيس ثانيه اسمها اوبريشن 2. اذا السكرابد ايتم من اوبريشن 1، السكرابد ايتم من اوبريشن 1 بدي اعمل له ريورك ورح يصير هو انبوت لمين؟ لا اوبريشن 2. هلا اوبريشن 2 في اشياء من القطعه رح انجح باني اعمل لها ريورك، في اشياء رح ترد تكون ديفكتيف من الاوبريشن 2. تمام. هلا الاوتبوت من الاوبريشن 2 شو حيساوي؟ الانبوت من اوبريشن 2 اللي بديت فيه اللي اسمه اي 2 في 1 ماينس دي 2. هلا انتم متذكرين الانبوت للاوبريشن 2 شو هو؟ صح دي 1 دي 1 اي 1، مش هم اللي كانوا سكرابد هون، دي 1 عددهم كقطع اس 1 which is equal دي 1 في اي 1.
هدول هم نفسهم الاي 2 اضربيهم في 1 ماينس دي 2 بنطلع الاوتبوت اللي من اوبريشن 2. هلا في جزء من الاوتبوت لاوبريشن 2 حيكون سكرابد ايتم ما راح اقدر اعمل له ريوركينج، تمام؟ او ممكن وانا اصلح بالقطعه بالاوبريشن 2، يعني هي نفسها اوبريشن 2 احتمال يكون فيها نسبه سكرابد ايتم كمان، ممكن وانا اصلح بالقطعه اتلفتها وانا اعيد بشغلها صار فيها ديفكت من نوع اخر مثلا، تمام؟ هلا الفكره انه الاوتبوت من الاوبريشن الاولى والاو 2 اللي هو الاوتبوت من الاوبريشن الثانيه هذول شو مالهم؟ اكسبتد ايتمز. اوكي؟ يعني بمعنى اخر الاوتبوت اللي كان سليم من الاوبريشن الاولى مع القطع اللي تالفه ورجعنا صلحناها رح يصير كله عباره عن اوتبوت من الاوبريشن الاولى. بعد هيك رح يروح على النكست اوبريشنز اللي مطلوبين، ممكن تكون عندي اوبريشن اسمها 3، ممكن يكون عندي مجموعه من الاوبريشنز، يعني مش شرط الموديل هذا الموجود يكون هو السيناريو الوحيد اللي عندنا اياه. اوكي؟ هلا سؤالي هو اذا عندي هذا الحاله، هاي الحاله الموجوده، وكان المطلوب مني as an output for the third operation، عندي انا required output المطلوب من الاوبريشن 3، وعندي نسبة الديفكتيف ايتم باوبريشن 3، وعندي نسبة الديفكتيف ايتم باوبريشن 2، وعندي نسبة الديفكتيف ايتم باوبريشن 1. بتقدروا تعرفوا او تجاوبوا على سؤال شو الانيشال كوانتيتي اي 1 اللي لازم ابدا فيها ولا لا؟ تجمع الاوتبوت. اعطوني موديل، يعني اعطوني فورمولا صح. اجمع اطرح زي ما بدكم اعملوا، بس انا سؤالي انها الاوتبوت 3 نون بالنسبة الي، شو علاقتها بالنسبة لمين؟ لـ I1، وشو علاقتها بالنسبة لـ D1؟ يعني شو علاقتها بالنسبة لـ I1، D1، D2، D3؟ فاهمين شو البروف اللي بدي اياه؟ أصلاً هاي المعادلات اللي عندكم على الموديل بتساعدكم. حاولوا. على فكرة طلع مع اللي هو 1 ماينس دي 2 ضرب كله اللي هو اي 2 في 1 ماينس دي 2 زائد اي 1 في 1 ماينس دي 2. بس انت ما جاوبتني على سؤالي. انا قلت لك بدي او 3 فانكشن ب اي 1 دي 1 دي 2 دي 3، انا ما حكيت لا بدي اي 2 ولا بدي اي 3 اشوفهم. وصلت الفكره؟ يعني انا بدي الاوت بوت 3 يكون فانكشن بالانبوت 1 D1 D2 D3. فاهمين السؤال اللي انتوا قلتوه؟ طيب اثبت لنا اياه على اللوح. ما يقلل؟ خلص صح، شكله صح. طيب هلا بنشوف.
شو اللي عمله زميلكم؟ هلا احنا عندنا الاوتبوت من اوبريشن واحد هي انبوت لاوبريشن ثلاث، والاوتبوت من اوبريشن 2 هي انبوت لاوبريشن ثلاث. اذا الانبوت باوبريشن ثلاث هي او1 بلس او2، تمام؟ ما كان او1 عوضنا هاي، اصلا هو الموديل نفسه مغششكم الاجابه. الاو1 مكانها شو حطينا؟ اي1 في 1 ماينس دي1، ومكان الاو2 شو حطينا؟ اي2 في 1 ماينس دي2، لكن بدي ارجع مكان الاي2 شو احط؟ دي1 في اي1. فصفى عندي الاي3 تساوي اي1 في 1 ماينس دي1 بلس اي1 دي1 في 1 ماينس دي2. هاي انبوت لمين؟ للاوبريشن 3 كامله، القوسين يعني التو تيرمز هدول كاملين، بدي اضربهم في 1 ماينس دي3 عشان اطلع الاوتبوت 3. صفى عندي اوتبوت 3 فانكشن باي1 والنسب. هلا اعاده ترتيب، انت فرجيتنا انها الفاينل اوتبوت يساوي الانيشال انبوت في 1 ماينس دي3، هاي المعادله فرجيتنا اياها، مضروبه في تيرم كبير 1 ماينس دي1 بلس دي1 في 1 ماينس دي2. هلا المطلوب هو العكس، انه الانيشال انبوت فانكشن بالفاينل اوتبوت، بس قسمت يعني الاوتبوت هي انبوت في مضروبه في تيرم، الانبوت صار هو الاوتبوت مقسوم على نفس التيرم، تمام؟ طبعا we assume 100% inspection at each operation including the rework operation، يعني بمعنى اخر انه كل قطعه مرت على الاوبريشن احنا عملنا لها inspection. هلا هاي البروبلم رح نرجع لها، بنسميها reject allowance problem، بحل لكم اسئله عليها وبعث لكم. انتهت المحاضره، ما هي بتنتهي وربع، هي بتبدا 10 بتنتهي 11 وربع، بس انا اسفه على التاخير، كان اوت اوف ماي كنترول، كثير طلعت بكير، رغم هيك شان الجمعة نفسه الازمه كانت. يعطيكم العافيه جميعا. هلا الطلاب اللي ما تمكنوا يحضروا المحاضره بعيد لكم اياها، ما اخذنا اسماء الحضور مش مشكله.